مساء الخير مشاهدين الكرام، مع تغطية مباشرة من تلفزيون دولة الكويت لإعلان نتائج الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، ولا شك أنها لحظات مميزة يترقبها الجميع لمعرفة النتائج، وتكتمل الفرحة بإذن الله بتخرج كوكبة من أبنائنا الطلبة والطالبات بعد مشوار طويل ومجهود كبير بذلوه على مدار 12 سنة دراسية فيها من الذكريات الشيء الكثير. واليوم يتحول المسار إلى طريق علمي جديد ومرحلة هامة ينطلق من خلالها أبناؤنا وبناتنا الطلبة والطالبات نحو الجامعات والكليات بعد اختيار التخصص الذي يطمحون له. ويشرفنا أيضا تواجد معالي وزير التعليم الدكتور حمد العدواني. أهلا بك معالي الوزير، ونهنئكم يعني بنهاية العام الدراسي ونجاح أيضا العام الدراسي وهذه الاختبارات، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات. وإذا كان عندك كلمة يعني دكتور في هذه المناسبة. نعم لله الحمد من قبل ومن بعد، وفي البداية أحب أتقدم بأسم آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظهم الله، وكذلك أتقدم بجزيل الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح على نجاح الاختبارات ولله الحمد في جميع الجهات، في سواء في الأدبي أو في العلمي أو في التعليم الديني، وكذلك إعلان النتائج اللي راح نشوفها بعد شوية اللي إن شاء الله تبشر بالخير إن شاء الله. كذلك الشكر موصول لسمو رئيس مجلس الوزراء على دعمه اللامحدود وعلى تواصله شبه اليومي معي للتأكد من سير الامتحانات وتوفير البيئة المناسبة للطلبة، وكذلك توجيهاته اللي كانت منارة لنا ولزملائي من القياديين الوزارة ومن موظفين الوزارة لعبور محطة الامتحانات ولله الحمد بسلام وتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلبة لأداء امتحاناتهم في بيئة مناسبة. الله يعطيكم العافية معالي الوزير. نبي نسأل معالي الوزير يعني شنو اللي ميز هذا العام الدراسي؟ نعم الحمد لله رب العالمين، السنة هذه وبفضل توجيهات القيادة السياسية الحمد لله قدرنا نقضي على الظواهر السلبية اللي كانت تعيق من عملية نجاح الاختبارات، فإحنا الحمد لله انتهجنا نهج جديد من خلال عملية التدوير الخارجي الخاصة برؤساء المناطق التعليمية وكذلك بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، وكذلك تدشين حملة تستعد اللي كان هدفها تهيئة الطلبة والطالبات لأداء الامتحانات في كل أريحية وتقديم الدعم من المختصين في الوزارة في المجال التربوي والنفسي والصحي، وكذلك تقديم نماذج من الاختبارات اللي قدمناها في السابق على قنوات تعليمية مختلفة. نعم معالي الوزير، إذا نبي نتكلم عن التعاون ما بين جهات الدولة خلال فترة هذه الاختبارات، كيف وجدتم تعاون جهات الدولة مع الوزارة؟ الحمد لله التعاون كان لا محدود، والصراحة أحب أتقدم لجميع زملائي في مجلس الوزراء على الدعم اللي قدموا لنا، وأخص بالشكر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الدعم اللي قدمه لنا من ناحية تمكين الوزارة ومنسوبيها من الحد من الممارسات السلبية التي تمت في هذا الخصوص ومكافحة تلك الظواهر التي شابت سلاسة عملية الاختبارات، والحمد لله يعني قدرنا نقضي عليها بالتعاون معهم. كذلك الشكر موصول لوزير الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف، وكذلك ما أنسى دور أخي وزير الإعلام جزاه الله خير، يعني إسهاماته كانت جدا واضحة لتحقيق الهدف من حملة استعد، وكذلك أشكر وزير الكهرباء والماء أيضا على دعمه لنا، وبالتالي الدعم الحكومي اللي لمسناه والتعاون كان تحت قيادة سمو الرئيس كان على أعلى مستوى نصبوا إليه. الحمد لله، فعلا التعاون يعني كان واضح معالي الوزير ما بين جهات الدولة خلال هذه الفترة من العام الدراسي. أيضا إذا كان هناك رسالة توجهها لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وأولياء الأمور كذلك معالي الوزير. أولا أقول لهم ألف مبروك، الحمد لله رب العالمين
وصلنا في المركب إلى طريق النجاح وإلى المبتغى اللي كنا نطلبه من رب العالمين. وأبارك لهم ولأولياء أمورهم على النجاح وعلى التفوق، وأوصيهم بالاستمرار، وأوصيهم كذلك أن يستمرون في التحصيل العلمي. وأحب أطمنهم من هذا المنبر أن إحنا إن شاء الله وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي أعدت العدة والخطة لاستيعاب جميع مخرجات الثانوية العامة بجميع فروعها وفقا للنسب والشروط اللي انحطت لكل فئة، سواء في البعثات الداخلية أو في البعثات الخارجية أو في جامعة الكويت أو في جامعة عبد الله السالم أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. إن شاء الله إن شاء الله. معالي الوزير، يعني إذا كان في كلمة أيضا تبي توجهها أخيرة قبل الإعلان عن اعتماد يعني هذه النتائج. نعم، أولا أنا أحب أؤكد حرص القائمين على الوزارة على تحقيق طموحات وأحلام شبابنا الخريجين وجهدنا معاهم للحصول على أعلى الشهادات إن شاء الله. وبحول الله إن شاء الله من بداية من العالم القادم راح تكون في آلية واضحة للعمل على تحقيق مبدأ الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص لأبنائنا من خلال اختبار وطني يخضع له جميع المتقدمين للبعثات الداخلية والبعثات الخارجية، أسوة بما يتم في جامعة الكويت وجامعة عبد الله السالم إن شاء الله قريبا جدا. فبالتالي أيضا إن شاء الله الخطوة اللي بعدها راح تكون عندنا منصة موحدة للقبول، فبالتالي نقدر نحقق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع بحول الله بإذن الله. معالي الوزير، الآن يعني نبي نعتمد إن شاء الله النتائج، إذا يتفضلون الأخوة في الاستديو عشان نعتمد توقيعك وإعلان النتائج إن شاء الله. بسم الله. الآن معالي وزير التعليم يعتمد نتائج الثانوية العامة بأقسامها العلمي والأدبي والمعهد الديني مشكور. أيضا وسنعلن إن شاء الله يعني بعد قليل عن قائمة الأوائل الذين حصلوا على الترتيب والمراكز الأوائل بعد فاصل قصير. ابقوا معنا مشاهدينا. الشعب للكمال ولكي يصير الشعب للكمال والمعالي صاعدة طريقنا نحو المعالي صاعدة حياكم الله مشاهدينا، ونبارك لكل من نجحوا في هذه الاختبارات وهذه المرحلة من حياتهم العلمية. مشاهدينا، يعني ما شاء الله خلال هذه السنة القائمة فيما يتعلق بالقسم العلمي والأوائل على مستوى الكويت في القسم العلمي 37 حصلوا على نسبة 100% مكرر، وسنستعرضهم الآن مشاهدينا في هذه القائمة وسنبدأ بالترتيب التنازلي. نشاهد الآن الأول مكرر
حصل على نسبة 100%. يوسف خالد محمد درويش من مدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنين في القسم العلمي. هذه قائمة الأوائل على الكويت في القسم العلمي، وننوه عددهم 37 حصلوا على نسبة 100% مكرر. الله يوفقهم يا رب. يوسف أشرف صلاح عبد العزيز أيضا مدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنين القسم العلمي، أيضا حصل معنا على الأول مكرر بنسبة 100%. يوسف إبراهيم من مدرسة الإخلاص الأهلية الثانوية بنين في القسم العلمي أيضا. ما زلنا هذه القائمة كلها متعلقة بالقسم العلمي. يزن وائل حصل أيضا على نسبة 100% أول مكرر، وكذلك أيضا نورة فارس الهاملي من مدرسة عمرة بنت رواحة الثانوية للبنات حصلت على نسبة 100% مكرر أيضا. نادين محمود فتحي حصلت أيضا على 100% مكرر في هذه القائمة. أيضا مشاهدينا نادين أبو هاشم حصلت على نسبة 100% مكرر في هذه القائمة، وكذلك مصطفى سمير حصل على نسبة 100% مكرر في قائمة الأوائل على القسم العلمي على مستوى الكويت. مريم ناجي أيضا حصلت على 100% الأول مكرر أيضا. نبارك للجميع. مريم علي مصطفى نصار أيضا حصلت على نسبة 100% الأول مكرر في القسم العلمي على مستوى الكويت. محمد علي إبراهيم أيضا حصل على نسبة 100% الأول مكرر. كذلك محمد علاء الدين أحمد يحيى، وأيضا لدينا قائمة أخرى أيضا والمئة بالمئة مكرر حصلوا عليها. كل من سنذكرهم الآن في هذه القائمة حصلوا على 100% الأول مكرر كما تشاهدون في الشاشة. محمد حسام سعد حسن مدرسة السيف الأهلية أيضا حصل على نسبة 100% الأول مكرر. كذلك محمد أحمد محمد حصل على 100% الأول مكرر. أيضا محمد أحمد محمد حصل على نسبة 100% الأول مكرر. ونكرر أنهم 37 طالب وطالبة حصلوا على نسبة 100% في العلمي خلال هذا العام الدراسي. لجين إكرامي حصلت أيضا على نسبة 100% الأول مكرر. كنزي حسين أيضا حصل على نسبة 100% من مدرسة فجر الصباح الثانوية للبنات. غدير أيمن من مدرسة أم الهمان الثانوية للبنات حصلت على نسبة 100% مكرر. أيضا عمر علي جابر من مدرسة الإخلاص الأهلية 100% مكرر الأول مكرر. أيضا عمر حمدي من مدرسة المباركية الثانوية للبنين حصل على نسبة 100% الأول مكرر. كذلك عبد الرحمن محمد من مدرسة الإخلاص الأهلية 100% والأول مكرر أيضا. وصلنا أيضا إلى سليم عيسى من مدرسة الإخلاص الأهلية حصل على نسبة 100% الأول مكرر. أيضا سارة مجدي حصلت على نسبة 100% الأول مكرر من مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانوية للبنات. وكذلك روان حمادة من مدرسة الجهراء الأهلية حصلت على نسبة 100% الأول مكرر. نبارك لهم جميعهم ونسأل الله أن يوفقهم في حياتهم العلمية القادمة. رضوان علي رضوان من مدرسة الواحد الثانوية حصل على نسبة 100% مكرر الأول مكرر. وكذلك رائد عزت من مدرسة سعيد بن عامر الثانوية للبنين حصل على نسبة 100% والأول مكرر في القسم العلمي على مستوى الكويت. جنى علاء حصلت أيضا على نسبة 100% الأول مكرر. ننتقل للاسم التالي. آلاء حاتم حصلت على نسبة 100% الأول مكرر من مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانوية للبنات. إسراء فرغل أيضا من مدرسة الفروانية الثانوية للبنات حصلت على نسبة 100% وهي الأول مكرر أيضا. كذلك إسراء أحمد شعبان حصلت على المركز الأول مكرر بنسبة 100%. أيضا لدينا أحمد محمد من مدرسة الكويت النموذجية الثانوية بنين حصل على نسبة 100% المركز الأول مكرر. هذه نذكر قائمة الأوائل على مستوى الكويت في القسم العلمي. أيضا أويس حصل على نسبة 100% الأول مكرر في القسم العلمي من مدرسة النجاة الأهلية. كذلك أكرم حمدي حصل على نسبة 100% الأول مكرر في القسم العلمي من مدرسة هشام بن العاص. أسامة السيد أيضا حصل على نسبة 100% الأول مكرر في القسم العلمي على مستوى الكويت. كذلك أحمد محمد من مدرسة فهد دويري الثانوية للبنين حصل على نسبة 100% والأول مكرر. أيضا أحمد محمد أمين من مدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنين حصل على نسبة 100% والمركز الأول مكرر.
آلاء عصام من مدرسة أبرق خيطان الثانوية للبنات حصلت على نسبة 100% الأول مكرر في هذه القائمة. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الأولى أيضا، سنتلقى اتصال. معالي الوزير يتلقى الآن اتصالات الطلبة والطالبات الفائقين. نبدأ مع الأول على القسم العلمي على مستوى الكويت، والاتصال سيكون مع نورة الهاملي بنسبة 100% الأولى على الكويت والكويتيين كذلك. نورة معاك، معالي الوزير، تفضل معالي الوزير، تلقى الاتصال للتهنئة. يا هلا نورة. هلا. يا هلا نورة، ألف 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 مبروك. ما شاء الله، لا إله إلا الله، أنت الأولى على الكويتيين وأولى على مستوى الكويت كلها، أنت الأولى مكرر. بارك الله فيك، رفعتي روسنا، بيض الله وجهك. شنو حابة تقولين اليوم؟ الحمد لله أول شيء على النسبة، أحب أشكر مدرستي وأبلاتي وإن شاء الله أستمر على هذا المستوى. آمين آمين يا رب، ونشوفك في أعلى المراتب الأكاديمية بحول الله، وتهانينا لك ولعائلتك، رفعتي رأس الكويت، بارك الله فيك، مشكورة. شكرا أيضا، نبارك للطالبة نورة، وشكرا معالي الوزير. أيضا نعود مرة أخرى مشاهدينا لاستعراض قائمة الأول أو الأوائل على الكويتيين في القسم العلمي. نستعرض هذه القائمة الآن كما نشاهد. ريم بدر علي البدر المركز العاشر بنسبة 99.85%، وهي المركز العاشر على الكويتيين في القسم العلمي. ننتقل إلى المركز التاسع. الترتيب التاسع، فاطمة الزهراء أحمد عاشور من مدرسة ماريا القبطية الثانوية للبنات حصلت على نسبة 99.86 بالمركز التاسع. ننتقل إلى المركز الثامن على الكويتيين القسم العلمي، نور الحوراء، أو المركز السابع مكرر، نور الحوراء فاضل حسين من مدرسة أم عقل الأسدية بنسبة 99.87% وهي السابع مكرر. ننتقل إلى المركز السابع، زينب محمد أشكناني من مدرسة الجابرية الثانوية البنات القسم العلمي حصلت على 99.87% وبالمركز السابع. نبارك لهم يعني هذا التفوق وهذا النجاح وهذه النسب الطيبة، ونسأل الله أن يوفقهم في حياتهم القادمة. بدر عبد اللطيف الفيلشاوي من مدرسة النجاة الأهلية الثانوية البنين في القسم العلمي حصل على المركز السادس بنسبة 99.88%. أيضا المركز الخامس، المركز الخامس بنسبة 99.91% محمد أحمد سليمان الأمير من مدرسة يوسف بن عيسى الثانوية للبنين في القسم العلمي حصل على المركز الخامس على الكويتيين. ننتقل إلى المركز الرابع، المركز الرابع دانا فيصل المطيري حصلت على المركز الرابع بنسبة 99.93% وهي المركز الرابع على الكويتيين. الجوري محمد العجمي حصلت على نسبة 99.95 وهي المركز الثالث على الكويتيين في القسم العلمي من مدرسة أم الهيمان الثانوية للبنات. ننتقل إلى المركز الثاني، 99.99% جمانة عبد العزيز النجدي من مدرسة بيبي السالم الثانوية للبنات وهي بالترتيب الثاني على الكويتيين في القسم العلمي. المركز الأول اللي كانت ويانا بالاتصال قبل قليل، نورة فارس خالد الهاملي من مدرسة عمرو بنت رواحة الثانوية للبنات حصلت على نسبة 100% وهي المركز الأول على الكويت وعلى الكويتيين أيضا، واتصلنا بها قبل قليل. الآن نتصل على المركز الثاني على الكويتيين في القسم العلمي، جمانة النجدي، وحصلت على نسبة 99.99%. جمانة معاك معالي الوزير للتهنئة بهذه النسبة وهذا المركز الطيب. تفضل مع الوزير. يا هلا والله جمانة، ألف 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 هلا. مبروك ما شاء الله، لا إله إلا الله، نسبة ترفع الرأس. الله يبارك فيك، الله يوفقك إن شاء الله ويسهل أمرك. لكن هذا بفضل الله، الحمد لله ما ضيعت حال. الحمد لله رب العالمين، بيض الله وجهك وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب، وتهانينا لك ولعائلتك الكريمة والمدرستك. شكرا جزيلا، أنت خير مثال لطلبة الكويت المتفوقين، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، حياك الله، مع السلامة. شكرا، نبارك لجمانة مرة أخرى، وأيضا نبارك لجميع المتفوقين وجميع الناجحين في هذه الاختبارات وهذه النتائج، ونسأل الله أن يوفقهم. الآن ننتقل إلى قائمة الأوائل على القسم الأدبي على مستوى الكويت. نشاهد معا مشاهدين الآن
في المركز العاشر بنسبة 99.31 ياسمين سمير محمد إبراهيم حصلت على المركز العاشر في قائمة الأوائل على مستوى الكويت في القسم الأدبي. أيضا شوق خليفة كامل حصلت على نسبة 99.45% في المركز التاسع على القسم الأدبي على مستوى الكويت. ننتقل إلى الاسم التالي، طه محمد حصل على المركز الثامن بنسبة 99.48% وهو المركز الثامن على مستوى الكويت بالقسم الأدبي. نوف مبارك زايد العجمي أيضا حصلت على نسبة 99.51% بالمركز السابع على مستوى الكويت في القسم الأدبي. ننتقل للمركز السادس، المركز السادس 99.57% من نصيب ردينا حاتم مصطفى من مدرسة أم بنت خالد الثانوية في القسم الأدبي، المركز السادس على مستوى الكويت. أيضا مريم علاء الدين سيد عبد الوهاب من مدرسة أبرك خيطان الثانوية البنات حصلت على المركز الخامس على مستوى الكويت بنسبة 99.63% بالقسم الأدبي. ننتقل إلى المركز الرابع 99.68% رجاء نصر عبد الله من مدرسة أم هاني الأهلية الثانوية البنات، المركز الرابع على قائمة الأدبي على مستوى الكويت. أيضا المركز الثالث 99.81% شذا تامر من مدرسة الجابرية الثانوية للبنات في القسم الأدبي حصلت على المركز والترتيب الثالث. ننتقل إلى الترتيب أو المركز الثاني 99.84% أسماء شريف علي بكر من مدرسة أبرك خيطان الثانوية للبنات وهي في المركز الثاني على مستوى الكويت بالقسم الأدبي. أما المركز الأول 99.88 ملك هاني متولي حماد من مدرسة أبرك خيطان الثانوية للبنات الأول على مستوى الكويت في القسم الأدبي. مشاهدينا نتلقى الآن الاتصال، طبعا الاتصال سيكون مع ملك هاني متولي الذي حصل على نسبة 99.88% وهو الأول على مستوى الكويت في القسم الأدبي وهو اتصال هاتفي. الآن معالي الوزير تفضل للمباركة وتهنئة ملك هاني. يا هلا ملك، اهلا فيك، الف 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 مبروك بالتوفيق، انت الاولى على القسم الادبي، نبارك لك ونتمنى لك كل توفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا لحضرتك. هل حابه تقولين شيء اليوم؟ حابه اشكر ماما وبابا وكل الناس اللي ساعدتني من ابتدائي لحد ما وصلت الثانوي. الحمد لله رب العالمين، شكرا. عفوا، يلا نبارك مرة أخرى لملك وكل الناجحين والمتفوقين في هذه القوائم التي استعرضناها. أيضا الآن سنستعرض الأوائل على الكويتيين وفي القسم الأدبي. نستعرض الآن مشاهدينا الاسم في الترتيب العاشر 98.73 ورود خالد سالم لحضينة في مدرسة بيان الثانوية للبنات حصلت على المركز العاشر في القسم الأدبي على الكويتيين. نشاهد أيضا هيا سعد الزعبي من مدرسة الفردوس الثانوية البنات نسبة 98.80 المركز التاسع على القسم الأدبي على الكويتيين. كذلك كريم عبد الرحمن محمد عبد الكريم المركز الثامن بنسبة 98.82 المركز الثامن على الكويتيين في القسم الأدبي. أيضا نبارك للجميع ليان محمد السهلي من مدرسة أم العلاء الأنصارية في المركز السابع بنسبة 98.92% السابع على الكويتيين بالقسم الأدبي. كذلك مشاهدينا المركز السادس 98.94% عائشة ناصر العواد من مدرسة بيبي السالم الثانوية للبنات حصلت على المركز السادس على الكويتيين في القسم الأدبي. أيضا 98.95% بالمركز الخامس منيرة محمد العجمي من مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانوية البنات وهي المركز الخامس على الكويتيين بالقسم الأدبي. ننتقل إلى المركز الرابع، المركز الرابع 99.04 لحنان سعد الخراز من مدرسة الجزائر الثانوية للبنات في المركز الرابع على الكويتيين بالقسم الأدبي. المركز الثالث 99.05 رماز سالم الرومي من مدرسة ماريا القبطية الثانوية البنات وهي المركز الثالث على الكويتيين في القسم الأدبي. ننتقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني 99.25 منال سعد الهاجري من مدرسة لطيفة عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات وهي المركز الثاني على الكويتيين بالقسم الأدبي.
ننتقل إلى المركز الأول. الأول بنسبة 99.51 نوف مبارك العجمي من مدرسة أم العلاء الأنصارية الثانوية للبنات، وهي المركز الأول على الكويتيين في القسم الأدبي. نتلقى هذا الاتصال أيضا من نوف العجمي والتي حصلت على 99.51 وهي الأولى على الكويتيين في القسم الأدبي. تفضل معالي الوزير. يا هلا والله نوف. يا هلا بنوف. ألف 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 مبروك. أنت الأولى على الكويتيين في القسم الأدبي. نبارك لك ونبارك للأهل والله يوفقك إن شاء الله ونشوفك في أعلى المراتب. حابة تقولي لنا شيء اليوم وللمشاهدين؟ طبعاً الحمد لله على فضل ربي توفيقه ما كان جبت النسبة، وأكيد دعم أمي وبوي وأهلي كان حافز كبير لي أجيب النسبة، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. رفعتي رؤوسنا جميعاً، مدرسينك ومدرستك واهلك، والله يوفقك ان شاء الله يا رب، وان شاء الله ينتظرك مستقبل باهر. شكرا. شكرا لك نوف، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لك التوفيق والنجاح في حياتك القادمه ان شاء الله، الحياه العلميه والعمليه كذلك. الان ننتقل الى قائمه الاوائل في التعليم الديني. نتابع معا الخمسه الاوائل في التعليم الديني. في المركز الرابع مكرر بنسبة 99.09 لهند طلال الرشيدي من المعهد الديني، حصلت على المركز الرابع مكرر. ننتقل إلى المركز الرابع 99 نفس النسبة .09 لأحمد حسن مصطفى من مركز عبد الرحمن السميط الديني، وهو حصل على المركز الرابع على مستوى الكويت في القسم الديني التعليم الديني. ننتقل إلى المركز التالي. المركز الثالث 99.2 أميناتو لو من المعهد الديني الثانوي للبنات، حصلت على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الثاني. المركز الثاني 99.32% جهاد السيد عبد الله غازي من المعهد الديني الثانوي للبنات، حصلت على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الأول في هذه القائمة، وحصل على المركز الأول رزان سلطان محمد رشدان من المعهد الديني الثانوي للبنات بنسبة 99.43%، وهي الأول على المعهد أو القسم الديني. نتلقى أيضا هذا الاتصال من رزان العدواني والتي حصلت على نسبة 99.43% وهي الأولى على الكويت والكويتيين. رزان معاك معالي الوزير للتهنئة والمباركة. تفضل معالي الوزير. مرحبا رزان. مرحبا رزان، كيف حالك؟ ألف ألف مبروك، أنت الأولى على الكويتيين وعلى الكويت في التعليم الديني. نبارك لك ونتمنى لك كل توفيق إن شاء الله. في عندك كلمة تحبين توجهينها أو كلمة شكر لوالدينك؟ أول ما كنت راح أحصل من الحمد لله. بارك الله فيك وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب، وتقبلي تهانينا مرة أخرى. شكرا. نعم شكرا رزان، ونسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد إن شاء الله في قادم الأيام. أيضا سيتلقى اتصال المعهد الديني. خلنا نستعرض الأوائل على المعهد الديني الكويتيين في هذه القائمة. نستعرض القائمة معا. كما نشاهد حصلت على المركز الخامس بنسبة 98.41% أنفال مشعل العتيبي من معهد الديني الثانوي للبنات، وحصلت على المركز الخامس على الكويتيين في التعليم الديني. المركز الرابع بنسبة 98.64 عمر يوسف علي السداح من معهد عبد الرحمن السميط الديني الثانوي للبنين، وحصل على المركز الرابع على مستوى الكويت. ننتقل إلى المركز الثالث. المركز الثالث 98.86% أوراد مبارك الحربي من المعهد الديني الثانوي للبنات، وحصلت على المركز الثالث على الكويتيين في المعهد الديني. ننتقل إلى المركز الثاني بنسبة 99.09 هند طلال الرشيدي المعهد الديني الثانوي للبنات، حصلت على المركز الثاني على الكويتيين في المعهد الديني. المركز الأول على الكويتيين.
رزان سلطان محمد رشدان حصلت على المركز الأول بنسبة 99.43%. نبارك لهم يعني هذا النجاح وهذا التفوق وهذه النسب الطيبة. الآن الاتصال سيكون مع هند الرشيدي. اتصلنا قبل قليل على رزان وهي الأولى على الكويتيين والكويت في المعهد الديني. الآن الاتصال مع هند الرشيدي بنسبة 99.09 والثانية على الكويتيين. هند معاش معالي الوزير، تفضل معالي الوزير. يا هلا هند، السلام عليكم. الله. كيف حالك؟ طيبة إن شاء الله. الحمد لله بخير. هند أبشرك، أنت الثانية على الكويتيين في التعليم الديني. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. شنو عندك تقولي لنا اليوم وحق المشاهدين؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، الفضل كله لله سبحانه وتعالى، ثم لإدارة معهد بروانية الديني أبلة شريفة العنزي والوكيلة الفاضلة وأبلة وفاء الزفيري وجميع معلماتي اللي كان لهم فضل في تدريسي، والفضل أهلي أمي وأبوي وإخواني وخواتي اللي شجعوني وقفوا معاي. الحمد لله رب العالمين، ونتمنى إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب، ونتمنى لك كل توفيق يا رب العالمين. شكرا يا رب. نعم شكرا لك يا هند، ونسأل الله كذلك لك التوفيق والسداد في قادم الأيام وفي مستقبل حياتك الوظيفية والتعليمية كذلك. ننتقل الآن مشاهدينا إلى التعليم الخاص وقائمة التعليم الخاص، نبدأ مع القسم العلمي. نشاهد هذه القائمة في المركز الخامس بنسبة 95.95% من مدرسة الرجاء الثانوية حصل سيد محمد سيد عبد الصمد الحسيني على المركز الخامس بالقسم العلمي في التربية الخاصة. أيضا سيد أحمد حسن إبراهيم في التربية الخاصة حصل على المركز الرابع بنسبة 96.37% من مدرسة الرجاء الثانوية للبنين، وهذه القائمة نذكر أنها القسم العلمي في التربية الخاصة. المركز الثالث من نصيب سارة بندر سعود هديان من مدرسة الرجاء الثانوية البنات بنسبة 97.03 في المركز الثالث على التربية الخاصة القسم العلمي. المركز الثاني بنسبة 97.46% ريم مطر من مدرسة الرجاء الثانوية للبنات حصلت على المركز الثاني في هذه القائمة. المركز الأول وبنسبة 98.74% سيدة نور من مدرسة الرجاء الثانوية للبنات، سيدة نور موسوي بالقسم العلمي في التربية الخاصة حصلت على المركز الأول. الآن مشاهدينا ننتقل إلى لستة الكويتيين في القسم العلمي وأيضا التربية الخاصة. نتابع معا هذه القائمة وهذا الترتيب. في المركز الخامس بنسبة 94.08 خالد أحمد عبد الله محمد من مدرسة الرجاء الثانوية للبنين حصل على المركز الخامس على الكويتيين في التربية الخاصة القسم العلمي. ننتقل المركز الرابع. المركز الرابع بنسبة 94.24% الحوراء زينب زيد هاشم حصلت على نسبة 94.24 وهي بالمركز الرابع على الكويتيين في التربية الخاصة القسم العلمي. ننتقل إلى المركز الثالث مشاهدينا لنتابع سيد أحمد حسن من مدرسة الرجاء الثانوية للبنين بالقسم العلمي في التربية الخاصة المركز الثالث على الكويتيين بنسبة 96.37%. سارة بندر هديان حصلت على المركز الثاني بنسبة 97.03 بالقسم العلمي التربية الخاصة الكويتيين. المركز الأول من نصيب ريم مطر مبارك الحصم من مدرسة الرجاء الثانوية للبنات بنسبة 97.46 وهي المركز الأول على القسم العلمي من التربية الخاصة الكويتيين. نتلقى هذا الاتصال مشاهدينا مع سارة هديان والتي حصلت على نسبة 97.03 وهي بالمركز الثالث على الكل والمركز الثاني على الكويتيين في القسم العلمي من التربية الخاصة. سارة معاك معالي الوزير للتهنئة والمباركة، تفضل معالي الوزير. يا هلا سارة، كيف حالك؟ يا هلا فيك، الحمد يا هلا سارة، ألف ألف مبروك يا سارة، أنت طلعتي في المركز الثالث على الكل والمركز الثاني على الكويتيين في القسم العلمي في للتربية الخاصة. ألف ألف مبروك، وإذا حابة تقولين شيء حق المشاهدين اليوم. اللهم لك الحمد، هذا بفضل الله تم دعاء والديني وقفتهم معي، لولاهم انا جبت هالنسبة، فاللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، نتمنى لك كل توفيق وان شاء الله يا رب
نشوفك في أحسن الأماكن وتدرسين في أحسن التخصصات والجامعات، وإن شاء الله ينتظرك مستقبل باهر. تهانينا لك ولأولياء أمرك، والله يوفقك إن شاء الله يا رب. شكرا. نعم شكرا لك يا سارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد إن شاء الله في قادم الأيام. الآن مشاهدينا سنستعرض قائمة الأوائل على مستوى الكويت والكويتيين، لأن القائمة واحدة فيما يتعلق بالأدبي في القسم الأدبي في التربية الخاصة. نشوف القائمة مع بعض مشاهدينا. في المركز الخامس بنسبة 96.07 أروى ناصر لمطيري من مدرسة النور الثانوية للبنات، حصلت على المركز الخامس في القسم الأدبي على مستوى الكويت. المركز الرابع بنسبة 96.82 غالية عبد الله البصري من مدرسة الرجاء الثانوية للبنات في القسم الأدبي، حصلت على المركز الرابع على مستوى الكويت في التربية الخاصة. ننتقل للمركز الثالث. المركز الثالث وحش فايز الضفيري بنسبة 97.31% بالمركز الثالث في القسم الأدبي على التربية الخاصة على مستوى الكويت. أما المركز الثاني فهو من نصيب شهد أحمد العنزي بنسبة 97.44 في القسم الأدبي، المركز الثاني في التربية الخاصة. ننتقل إلى المركز الأول. المركز الأول بنسبة 97.88 حنين محمد الهاجري من مدرسة النور الثانوية للبنات، القسم الأدبي في التربية الخاصة على مستوى الكويت. ونتلقى أيضا هذا الاتصال مشاهدينا من وحش الضفيري والحاصل على نسبة 97.31% الثالثة على الكل والثالثة على الكويتيين في التربية الخاصة القسم الأدبي. وحش تفضلي معاك معالي الوزير للتهنئة. تفضل مع الوزير. يا هلا وحش. يا هلا، ألف 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 مبروك يا وحش، بالبركة، حصلتي على المركز الثالث على الكل والثالث على الكويتيين في التربية الخاصة في القسم الأدبي، ألف مبروك. الحمد لله. هل عندك كلمة حابة توجهينها للمشاهدين اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، انت اثبتي نجاحك وتفوقك، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق والسداد يا رب العالمين. نعم شكرا لك وحش، ونسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد إن شاء الله في قادم الأيام. مشاهدينا استعرضنا معكم هذه القوائم فيما يتعلق بترتيب الأوائل على مستوى الكويت وعلى الكويتيين أيضا وبجميع الأقسام المختلفة. مستمرون معكم ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، ابقوا معنا. والعمل والمجد سلمي الشعب للكمال، هذه بلاد تطول المعالي لكي يصير الشعب للكمال، ولكي يصير الشعب للكمال، لكي يصير الشعب للكمال. أبناء الكويت الرائدة، طريقنا نحو المعالي صاعدة، ونحن أبناء الكويت الرائدة، طريقنا نحو المعالي صاعدة، طريقنا نحو المعالي صاعدة.
حياكم الله من جديد مشاهدينا، ونبارك للجميع هذا التفوق وهذا النجاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والمزيد من التوفيق والسداد في قادم الأيام إن شاء الله في حياتهم العملية والعلمية إن شاء الله والوظيفية كذلك. مشاهدينا أجدد الترحيب بمعالي الوزير، حياك الله معالي وزير التعليم الدكتور حمد العدواني. بهذه المناسبة دكتور حمد، إذا عندك كلمة تبي توجهها في الختام يعني مع الإعلان عن هذه النتائج واعتمادها. نعم، الحمد لله رب العالمين، انتهى هذا العرس الأكاديمي بنهاية سارة إن شاء الله بعد الجهد المبذول. وفي الختام حابة أتوجه إلى شركائنا في النجاح اللي هم أولياء الأمور على الجهد الكبير اللي بذلوه في تحقيق هذا الإنجاز، فبارك الله في جهودهم اللي كان لها يعني بالغ الأثر في إنشاء جيل متعلم قادر على المشاركة ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة إن شاء الله. كذلك شكري لجميع القياديين في الوزارة وكافة زملائي من منتسبين الوزارة، بدءا من مديري المناطق التعليمية والمدرسين والأخوة الموجهين والمعلمين والإداريين على تعاونهم المنقطع النظير الصراحة، والجهود اللي بذلوها اللي كان لها بالغ الأثر في إنجاح تلك العملية اللي مرينا فيها في الأسبوعين الماضيين. نعم. بارك الله في جهودهم جميعا. احنا نبارك لكم ايضا معالي الوزير هذا النجاح، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكلل جهودكم ايضا في قادم الايام بالتوفيق والسداد ان شاء الله. الحمد لله. شكرا الحمد لك معالي الوزير على هذا الحضور، ونسال الله التوفيق والسداد. مشاهدينا الكرام، ايضا الشكر موصول لكم على هذه المتابعه، ونكرر المباركه والتهنئه في هذه النتائج، ونسال الله ان يوفق الجميع، وايضا نبارك لاولياء الامور وكذلك الطلاب والطالبات على هذه النتائج وبالتوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.